دجاجة الماء الشائعة وتسمى دجاجة الماء خضراء الأقدام هي نوع من الطيور من جنس دجاجة الماء من فصيلة التفليقيا. الانتشار حول العالم باستثناء أستراليا ونيوزيلندا والشمال الأقصى، وهي تعيش حول الأنهار والمستنقعات والبحيرات والمياه العذبة الضحلة. ولتلك الدجاجة عدة أنواع وأشكال، وتبدو دجاجة الماء شبيهة بغرة، لكنها طير أصغر حجما وأكثر جنبا، كما أنها أكثر تكتما. وهي تجيد السباحة، لكنها تعثر على الكثير من طعامها على اليابسة في الوحل الرطب والحقول العشبية. وعند أول إشارة خطر، فإنها تجري للاختباء متوار وسط النباتات الواجهة المائية. يمكن التمييز بسهولة بين دجاجة الماء والغرة. في موسم التكاثر، حيث يكون لدجاج الماء مناقير حمراء الحجم حتى طول 33 سنتيمتر. طائر كبير الحجم من طيور الماء له عادة مميزة في نفض الجانب التحتي لذيله الأبيض، ولهذا الطائر ريش أسود بني، فيما أدى المنطقة التي تقع تحت الذيل فهي بيضاء لونا، وله خطوط بيضاء على الجانبين والمنقار والحواف الأمامية بلون أصفر وأحمر والساقان خضراء. والذكر عادة أكبر من الأنثى، وتسبح مع رج رأسها وذيلها، وتطير طيرانا ضعيفا مع تدل الأرجل، تمشي مشيا سهلا وتتسلق القصب والشجيرات. حذرة في العادة، ولكنها أليفة في المتنزهات الحضرية. النداء الأساسي نقيق على هيئة كرك. تتغذى على الأسماك الصغيرة والحشرات والنباتات، وهي تبني عشها قريبا من الماء بين النباتات خاصة القصب والبوصي، وتضع الأنثى مرتين أو ثلاث خلال العام من 5 حتى 11 بيضة في العش، يحتضنها الأبوان لمدة تتراوح بين 19 و22 يوم. وفي الختام، سماع صوت الطائر، فلا تنسى إعجابك والاشتراك بالقناة عالم الطبيعة.